مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير العوامي. عنا كوب طحين، مي فاتر، ربع كوب نشا، رش صغير ملح، نص ملعقة طعم سكر، ونص ملعقة صغيرة خميرة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط الخميرة والسكر بالمي، نحركهم مع بعض. بحط النشا فوق طحين، كمان رشة الملح، بحركهم مع بعض كمان. بحط المي والخميرة والسكر فوقهم، وهلأ بعجنهم. بدنا اياها عجينة تطلع رخوة. بحط بعض مي، يعني استعملت 3/4 الكوب مي. عجنا بهذه الطريقة. بصرت العجينة بهيدي السماكة، هلأ بغطيها وبتركها ترتاح حوالي نص ساعة. هيدي العجينة بعد ما خمرت نص ساعة. لنكفي الطريقة مع بعض. خلطهم شوي، شفتوا كيف صارت؟ هلأ بدنا نبلش بالقلي، أكيد عم حمي الزيت ليصير حامي منيح. لنبلش الطريقة، أول شي بغطي الملعقة بالزيت النباتي، بعمل بهيدي الطريقة، بكبش العجينة بهيدا الشكل وبحطها بالزيت، كمان نفس الشي بعيدها بالزيت النباتي الملعقة بهيدا الشكل العجينة وبحطها بالزيت الحامي. هلأ بصير قلبهم لياخدوا اللون المطلوب. كل ما كان الزيت حامي كل ما أحلى. هلأ الاستو بحطهم بالقطر دغري. بعد ما حطيناهم بالقطر هلأ بشيلهم وبحطهم بمصفاي. هيدي العوامي اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.